فلوسه في بنوك سويسرا، جملة بنسمعها باستمرار، غالبا بيكون المقصود بها شخص ثري. الناس بيعتقدوا انه جنى ثروته بطريقة غير قانونية وغير شرعية، لكن الناس البسطاء لم يستخدموا هذا التعبير للفراغ، لانه قانون الصمت الذي يميز النظام البنكي السويسري منذ قرون هو السبب في هذا الاعتقاد. يعني لما بنفكر في سويسرا نرى بعين الخيال جبال الألب الشهيرة المغطاة بالثلوج، المياه النقية، بحيرة جنيف، وايضا نتخيل قلعة حصينة للأموال. القصة بدأت في عام 1713 عندما سنت السلطات في جنيف قواعد تمنع المصرفيين من الكشف عن تفاصيل حول عملائهم. تدريجيا استغل الهاربون من القانون هذا الوضع في ادخار أموالهم بعيدا عن أعين الحكومات والسلطات، وبالأخص المتهربين من الضرائب وأصحاب الأموال من مصادر غير مشروعة أو تجار المخدرات أو غسيل الأموال وغيرها من أشكال الفساد. مع كثرة التسريبات والفضائح انضمت سويسرا لاتفاق في عام 2014 يضم 50 دولة ومنطقة ويقضي بتبادل المعلومات المالية عن دفع الضرائب. رغم ذلك لم تمت السرية المصرفية، إن يعني أكثر من 90 دولة من بينها بعض الدول الأقل طبعا نمو في العالم لا تزال تتبادل حتى الآن معلومات مصرفية مع سويسرا. لذلك الاتفاق لم يغلق الباب أمام سويسرا لقبول الأموال من العملاء المشكوك فيهم من الدول النامية. كل هذا عاد للأذهان مع أزمة بنك كريدي سويس الذي تعاملت معه سويسرا بأنه أكبر من أن يسقط، وسط مخاوف عالمية من انتقال عدوى سقوط البنك للنظام المصرفي العالمي.